مقطعين بسيادته لضيوف مصر الكرام وتمنياته لهم بطيب المقام وللمؤتمر بكل التوفيق. وبعد، فإننا نفهم الدين على أنه فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فكل ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله عز وجل، وكل ما يؤدي إلى الهدم أو القتل أو الإفساد في الأرض فلا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية أصلا. وكما نهى ديننا الحنيف عن قتل النفس والإفساد في الأرض فإنه قد حث على العمل على كل ما يحفظ النفس الإنسانية ويحييها، حيث يقول سبحانه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. على أن القتل قد يكون قتلا مباشرا وقد يكون قتلا غير مباشر، فإمداد أو بيع الطعام الفاسد الذي قد يؤدي استخدامه إلى إزهاق النفس قتل للنفس، وإمداد أو بيع الدواء الفاسد الذي قد يؤدي إلى إزهاق النفس قتل للنفس. فإذا كان منتج أو بائع هذا الطعام أو ذاك الدواء عالم بأنه يؤدي إلى القتل فتناوله إنسان فمات فهو قاتل عمدا، وإذا كان لا يعلم أنه يؤدي إلى القتل لكنه يضر بصحة الإنسان فإنه آثم إثما عظيما لا محالة، والمال المكتسب من ذلك مال خاطئ. كما أن التجاوز في حق البيئة بإفسادها بما قد يؤدي إلى قتل الأنفس هو بمثابة قتل للنفس أيضا، مما يتطلب تغليظ العقوبات على كل هذه الجرائم في حق الإنسانية على مستوى القوانين الوطنية والدولية. أما الإحياء في الآية الكريمة فهو إحياء معنوي، يعني الاستنقاذ من الهلكة والضياع بالعمل على إبقاء حياة النفس الإنسانية على قيد الحياة، سواء بدفع الهلاك عنها أم بتوفير ما تحتاج إليه من طعام وغذاء أو علاج ودواء أو تعبيد للطرق وإقامة لشتى جوانب وشؤون الأموال. وفي ذلك حث على أن يقوم الإنسان بالإحياء إلى الإماتة إحياء للبشر والشجر والكون كله بالحفاظ على مقومات الحياة وإصلاح ما فسد أو أفسد منها. فحياة المؤمن قائمة على الصلاح والإصلاح وإقامة العمران، وإن من أهم مهام الإنسان في الأرض عمارة الكون، حيث يقول الحق سبحانه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فالأمر بالغرس في هذا التوقيت إنما هو زيادة تأكيد على شرف الغرس والإحياء وعمارة الكون، كما علمنا ديننا الحنيف أن خير الناس
أنفعه للناس، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعه للناس. كما أن من مهم الاستخلاف في الأرض دفع الفساد والإفساد عن الخلق وعن البيئة وعن الكون كله، حيث يقول الحق سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وإذا كان هذا اللوم موجها لمن لم يقوم بواجبهم في النهي عن الفساد في الأرض، فما بالكم بمن يفسدون فيها اعتداء عليها. وختاما، ومن هنا من مصر العزيزة نرسل رسالة سلام للعالم كله، مفادها أن ديننا دين بناء وتعميم، دين يحمل الخير والسلام للإنسانية جمعاء، وتلك هي رسالتنا التي نحملها للعالم كله ونبني عليها شراكاتنا مع الإنسانية جمعاء دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة. فالإنسان أخو الإنسان أينما كان، ومهمتنا ورسالة الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم العلماء والمفكرون تقوم على الصلاح والإصلاح وعمارة الكون والنهي عن الفساد في الأرض. نتمنى لهذا المؤتمر ولدار الإفتاء المصرية ولحضراتكم جميعا كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة